إذا أنت تبغى البيت هذا على المدى القصير وليس البعيد ينهار، اهجر. إذا تبغى زوجتك بعد ما تكون تحبك وتعشقك تكرهك، اهجرها. إذا تبغى الشيطان يدخل والحب يموت، اهجر. وانت تسميه انسحاب، تسميه الكهف، تسميه اني انا احاول اهدى، هذا مو هدوء. الا فجر الخصام، الا فجر الخصام. طيب لا الزوجة تفجر في الخصام ولا الزوج. كم المسموح استاذه عزة في الخصام؟ يعني هل يوم يومين؟ كم المسموح وكم الممنوع؟ نبدأ بالبيسك. المؤمن لا يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا المؤمن، المؤمن للمؤمن اللي بيننا. السلام عليكم. السلام. اللي لا أنت شاركتك همومي ولا أحزاني ولا شاركتك تحديات الحياة ولا مشاكل الحياة ولا شيء، أنت يدوب ما بيننا لسلام. ما ينفع أهجرك أكثر من ثلاثة أيام.